ما هو الحيوان الذي لون حليبه أحمر؟ الحيوان الذي حليبه أحمر، ما نعرفش الإجابة. هو سهل، هو من الطيور. من الطيور، كنت راح نقول الحمام. لا لا. بجع. لا لا. هو من الطيور الكبيرة واللي لونها وردي. إيه كنت راح، وش يسمونه؟ هو سهل. شو يسموه؟ مش النورس؟ قريب للنورس. نسيته. لا هذاك هو، هذاك اللي عنده العنق تاعو طويلة ولونه وردي. وش هو؟ نسيت اسمه. هو سهل، نسمعوا به بزاف في هذه الاونه الاخيره، عدنا نشوفوا صور تاعو بزاف في الاونه الاخيره. ما عرفتش، خانتني الذاكره في الاسم تاعو. ما هو الحيوان الذي لون حليبه احمر؟ ثور. لا لا، هو من الطيور. هو سهل، مانيش عارف، الله أعلم. هو من الطيور التي لونها وردي. سهل، هذاك الطويل مانيش عارف اسمه، راه في راسي شو، مانيش عارف اسمه. وش اسمه؟ طويل، جاي طويل شو، يعيش في الليل راكوغا. نعم مانيش عارفه. هو سهل ونشوفه بزاف في الاونه الاخيره. ما نعرفش اسمه، زعما جامي بالك فات عليا اسمه، ولا بصح لي مرتاع فات عليا، بصح لو نون تاعه مانيش عارفه. ما هو الحيوان الذي لون حليبه احمر؟ وش هو هذا الحيوان؟ حيوان لون حليبه احمر. مساعده ما كانش؟ كاين مساعده، هو من الطيور. من الطيور. خفاش. لا لا، من طيور وعنده حليب. نعم كاين الخفاش، نعرف انا عنده ثدي. لا لا، هو من نزيد نساعدك، هو لون لونه وردي ابيض من بعد يرجع وردي. ساهل، ابيض بعد كي كبار يرجع وردي، ولون حليبه احمر. او ما عرفتو واش هذا حيوان. الحليب تاعو لولي تاعو غوج. أوكي. لون الحليب تاعو احمر. حيوان لون حليبه احمر، وشنو هو هذا الحيوان؟ نعرفش، اعطيني احتمالات لي جا في راسك هكا. هي لا كولور تاعو جي غوز. جي غوز، ان بيليكان. نو فلامان. هو طائر الفلامينغو، اجابه صحيحه، واللي هو لون الحليب تاعو احمر وينتجوا الذكر والانثى. ما هو الحيوان الذي الحليب تاعو لونه احمر؟ في هذه جوني اوكين ايدي دي تو. هو ساهل، جوني اوكين ايدي، ماشي جامي اونتوندي، ما سمعتش بها هذه، باللي واحد حليبه ابيض احمر. هو من الطيور. من الطيور، من ومعروف الطير هذا ولا عايش في لي تروبيك ولا؟ هو معروف، طير جد معروف سيرتو في الاونه الاخيره هذه. الغراب. لا لا، زيد يعطيني احتمالات. هو لونه وردي معروف جدا. وردي. بيروكي. لا 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 لا، هو لونه بالكامل وردي. عندنا في القاره تاعنا وفي لا لا، هو ما يعيش في الجزائر ولكن لونه وردي ومعروف. جو نو با سافوار، والله ما نقدر، ما نجيب فوس ريبونس. اعطيني احتمالات، انا متاكده انك تعرفيه. احتمالات الفلامونغوس. وي الإجابة صحيحة، هو الفلامينغو. إيه باسكو يعيش ياكل غير لا كروفيت، يدوا افواغ كالك شوز. هو الفلامينغو اللي هو الحليب الأحمر اللي ينتجو الذكر والأنثى، هو اسمه حليب الحويصلة، وكما الطيور يفقسوا أول مرة يفقسوا لون أبيض، كي يتغذوا على الحليب يرجع لونهم وردي. إن شاء الله، أنا هذه حاجة اليوم تعلمتها وفادتني، المهم جاتها كازا. هو سهل، قولي الطيور اللي عندها ألوان زاهية. اللحام. نعم، واللي لونه حليبه أحمر واللي ينتج الذكر والأنثى. أيوة. يسمى بحليب الحويصلة، اللي هو يتغذاو منه الطيور لما يكونوا كي يفقسوا يكون لونهم أبيض، لما يشربوا الحليب الأحمر يتحول لونهم، يرجع تدريجيا إلى الوردي. شكرا على المعلومة.